احنا يمكن كان شريف لسه جايب سيره الميركاتو، يعني احنا كتيبه الاهلي ما قبل الميركاتو كانت متفوقه على الزمالك في المواسم الاخيره بشكل كبير، حتى رغم فقداننا للقب الدوري، لكن انت في مواجهتك المباشره مع الزمالك قدرت انك انت تتفوق عليهم. هل مع الاضافات او حاله التدعيم اللي حصلت في في الميركاتو الصيفي ده، ده معناه انه كفه الاهلي بقت برضه بقى احنا كان في حسابات؟ يعني انا عارف ان الكلام ده كله في النهايه في 90 دقيقه ليها قصه ثانيه خالص وسيناريو ثاني خالص، بس احنا بنتكلم في الحسابات. ده معناه انه ترجيح لكفه النادي الاهلي اكتر؟ هل شايف انه مباراه زي دي تجازف بلاعيبه مش فاهمه او مش عارفه طبيعه المواجهه الكلاسيكيه بين اهلي وزمالك، زي بيرسي تاو سنه اولى قمه، زي حسام حسن، زي ميكسوني؟ انا عارف انك انت مراهن على حسام حسن الموسم ده ومتحمس له جدا، تراهن على اللعيبه دي في المباراه بتاعت بعد بكره، ولا تروح للمضمون والناس اللي عندها خبره مواجهه نادي الزمالك متعرفه على لعيبته وعارفه لعبت قدامهم في الملعب، رجلهم يعني في الملعب مع بعض، فعارفين اماكن الخطوره فيهم او مصادر الخطوره فين، ازاي يقدروا يتعاملوا معاهم، تلعب على المضمون زي ما بيقولوا؟ احنا عندنا جزئين في الموضوع ده. الجزء الاول ان احنا خرجنا من لود عالي قوي الموسم اللي فات، وحتى لما اتكلمنا في اول الموسم هنا قلنا النادي الاهلي لازم يدخل الخمسه الاجانب، لان الخمسه الاجانب هم اللي كويسين. بدر بنون الفتره اللي غابها عن نهايه الموسم بعد كده رجع، فكان عنده طاقه شويه لسه، الانرجي مكمله معاه. بنتكلم كمان على اليو ديانج، يعني الحمد لله، يعني موضوع مختلف. وبنتكلم انت جبت اثنين اجانب جداد كان لازم ان انت تدخلهم في المجموعه علشان تحافظ مع علي معلول طبعا، بس علي معلول الجزء البدني ستيل فيه شويه مشاكل، بس الاثنين الاجانب بيرسي تاو وميكي الاثنين دخلوا اضافوا للفرقه طاقه كانت واضحه جدا في ماتش الاسماعيلي، والطاقه دي بتقل لما اللعيبه دي بتخرج في الدقيقه 60 او 70 في الماتشين اللي فاتوا. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، لا، بيرسي تاو مسجل في نهائي 2016 ماتش الثلاثه، هو اللي مسجل اعتقد الجول الثاني او الثالث. وميكي كمان لاعب افريقيا وسجل في النادي الاهلي في افريقيا، وكان عنده ريكورد كويس في ماتشات الدوري بتاعته، مسجل فيها وعامل اسيست كويس، ولاعب افريقيا واحتك افريقيا ولعب مع موسيماني مع سان داونز. انا ما عنديش بصراحه معلومه اكيده ان هو كان موجود في 2016 او لا، تمام، لان هو لعب سنه في سان داونز في نهائي افريقيا، لان هو لعب سنه وطلع اعاره بعدها مع سان داونز، فبحس انه لا، مش باك ديل، خصوصا ان انت بتتكلم على بيرسي تاو نجم جاي من برايتون. اراهن عليهم 100%. بيرسي تاو جاي من برايتون، لاعب برايتون، لاعب في اندرلخت كسبان دوري بلجيكي، ولاعب احتك عمل فتره اعداد مع برايتون كانت كويسه، لعب نص موسم في الدوري الانجليزي وعامل اسيست، فالخبرات هنا هتقول لا، مش هقلق منه. بس المهم برضو عندي ستيل ماتش الزمالك او على الاقل ال10 ماتشات الجايه للنادي الاهلي بعد التوقف، لازم طول الوقت الخمسه الاجانب موجودين في الملعب، علشان ده يديك مساحه ان انت تريح اللعيبه اللي انت عايز تكاونت عليها لنهايه الموسم. يعني نفس الكلام بالنسبه لان احنا بدانا ندخل في الروتيشن، يعني الناس شافت الماتشين اللي فاتوا قفشه بيخرج في اخر ربع ساعه، نفس الكلام بالنسبه لعمرو السوليه في المباراه الاولى، اتغير المباراه الثانيه كانت كريتيكال شويه، فالراجل حافظ عليه في الملعب. فانت حتى اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير انت محتاج ان انت تخرجها على الاقل في اخر ربع ساعه، عشان بنقول، وطبعا الكابتن موجود معانا ويقدر يقول الكلام ده، لعيبي الكوره لما بيبقى فتره فيها لود عالي قوي هتيجي لحظه انت تحس فيها ان العضله خلاص مش قادره تشتغل. هي دي الربع ساعه الاخيره في كل ماتش اللي انت بتسحب فيها قفشه، بتسحب فيها